بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم عبر قناة النصر 24 الفضائية بدولة تشات، وسعداء جدا من مكتب السودان أن نبحث عن المؤسسات التي تعمل على تعميق العلاقات بين دولة تشات والسودان. واحدة من هذه المؤسسات البنك الزراعي السوداني صاحب القدح المعلى في تعميق هذه العلاقات. مباشرة كان لابد أن نتجه إلى رأس الرمح وصاحب قيادة هذه المؤسسة المالية الرائدة في السودان، معالي الأستاذ صلاح الدين حسن أحمد، المدير العام للبنك الزراعي السوداني. أهلا ومرحبا بك، وقناة النصر 24 تتشرف أن تزورك في مكتبك بالخرطوم. أولا يعني قول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أتشرف جدا جدا بهذا اللقاء الذي يعني بهذه القناة، قناة النصر 24 القناة التشادية، ولأول مرة نظهر على قناة من قنوات دولة تشاد لإظهار هذا العمق الذي يقوده البنك الزراعي في تعميق الصلات بين الشعبين إن شاء الله. مرحبا بك ان شاء الله. نعم. وبداية يعني مدخل لهذا الحوار، نود ان نتعرف ونعرف المشاهد بدولة تشات والسودان، يعني عن البنك الزراعي السوداني. حقيقة يعني البنك الزراعي التجاري الزراعي التشادي السوداني، هذا البنك تم تأسيسه من منذ القرن الماضي في منتصف التسعينات، وهذا البنك أساسا يعني تم إنشاؤه لأن دولة تشاد تمتلك موارد في هذا القطاع الزراعي شبيهة بالموارد الموجودة في السودان، ونحن نعتبر دولة تشاد امتداد لدولة السودان، وهذا الامتداد أيضا يعني امتداد للموارد المتاحة في القطاع الزراعي الموجودة في السودان أيضا موجودة في تشاد. وعبر هذا البنك نحن يعني نقصد بقيام هذا البنك، أو الدولة السودانية قصد بقيام هذا البنك في دولة تشاد، أو الدولتين قصدت بقيام هذا البنك في دولة تشاد لنقل تجربة البنك الزراعي في تمويل القطاع الزراعي داخل السودان. وحقيقة يعني تشاد تمتلك موارد ضخمة جدا في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ولكن لم تستغل هذه الموارد الاستغلال الأمثل نتيجة لتغليدية المزارع. تغليدية بمعنى الزراعة الموجودة في تشاد تقريبا بنسبة كبيرة جدا تفوق 90% تمارس بصورة تغليدية. فلو وجهت الموارد هذه الموارد باستخدام التقنيات الحديثة عبر وجود مصارف متخصصة كالبنك الزراعي السوداني الموجود في السودان في تشاد، وعبر نقل هذه التجربة السودانية عبر هذا البنك، ونحن مجتهدين اجتهاد كبير جدا بأن ننقل هذه التجربة عبر البنك، تجربة البنك الزراعي السوداني في تمويل المزارع داخل السودان، ونحن نمول عبر أكثر من 110 فرع للبنك الزراعي السوداني في السودان منتشر على مستوى السودان، نمول المزارعين في القطاع الزراعي سواء كان حيواني أو نباتي في الزراعة التقليدية والزراعة الآلية المطرية والزراعة المروية، وعندنا تجربة سرة جدا منذ عام 1959 حتى تاريخه، وفي تراكم من خبرات موجودة نحن نود أن ننقل هذه التجربة لدولة تشاد حتى تستفيد من الموارد المتاحة. طيب الأستاذ صلاح الدين حسن أحمد، المدير العام للبنك الزراعي السوداني، تجربة البنك الزراعي التجاري السوداني التشادي شهدت مراحل، يعني كيف تنظرون وتقيمون هذه التجربة ومستقبل في مقبل الأيام؟ والله نحن التجربة حسب يعني يمكن حتى الآن يعني مع الأسف هي في مرحلة التجريب لاختلافات جذرية في النظام المصرفي الموجود في داخل دولة تشاد والنظام المصرفي الموجود في السودان، لكن نحن نعمل جاهدين كجانب سوداني مع الجانب التشادي في مجلس إدارة هذا البنك حتى نوائم هذه التجربتين لنستطيع أن ننقل التجربة السودانية عبر هذا البنك
لتشاد إن شاء الله. إن شاء الله. طيب نود أن يعني نقف على تجربة البنك الزراعي هنا في السودان في يعني تنفيذ العديد من المشروعات المتعلقة كما أشرت في حديث قبل قليل في تمويل الزراعة بشقيها النباتي والحيواني حتى تكون هذه لتجربة كبيرة للبنك الزراعي التجاري السوداني التشاد. وحقيقة كما ذكرت إنه البنك الزراعي السوداني هو بنك مملوك يعني للبنك للحكومة بالكامل. يعني البنك الزراعي بنك متخصص في تمويل القطاع الزراعي تم تأسيسه في عام 1959 وهو مملوك بالكامل لحكومة السودان ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي السوداني. وهذا البنك يمتلك خبرات يعني متراكمة. يمكن هذا البنك التجربة بتاعته في التمويل والائتمان الزراعي أصبحت تجربة رائدة على المستوى الأفريقي وعلى مستوى الشرق الأوسط ويمكن أن أقول بملء فيه إنه على مستوى العالم. لأن التجربة الموجودة في البنك الزراعي تجربة متراكمة لأكثر من 50 أو 60 عام في مجال الائتمان الزراعي. والتنوع الزراعي الموجود في السودان أكسب البنك الزراعي تجربة في كيفية وضع سياسات ملائمة للوصول للمزارعين الذين يعملون في القطاعات المختلفة في المجال الزراعي في السودان، سواء كان قطاع تقليدي، قطاع زراعي شبه آلي أو قطاع آلي، أو في مجال الإنتاج الحيواني بمختلف أنواعه، سواء كان قطاع الدواجن، التسمين، الألبان أو غيره. نعم. طيب بإشارة إلى الجانب المتعلق لهذا العمر الطويل للبنك الزراعي وهذه التجربة والذخيرة المعرفية الكبيرة في مجال العمل المصرفي، إلى أي مدى تقيمون نجاح تمويلكم للأنشطة الزراعية في السودان حتى أيضا يستفاد منها، كما أشرت أنكم في مرحلة موائمة القوانين المصرفية ما بين السودان والتشاد؟ نحن تقييمنا لتجربة البنك الزراعي هي يعني نفتكرها تجربة إيجابية، ويعني نتمنى أن تحظو معظم الدول الأفريقية التي تمتلك موارد ضخمة كدولة تشاد بأن تنقل التجربة السودانية في مجال الائتمان الزراعي اللي بيقوده البنك الزراعي بتجربته وخبرته الشاسعة الواسعة لدولة تشاد حتى تستفيد من هذه التجربة. والبنك الزراعي الآن يقود هو رأس الرمح في التنمية الزراعية في السودان. يعني الدولة إذا رغبت في السودان أن تنمي أي قطاع في المجال الزراعي هي تتجه مباشرة في توفير الموارد اللازمة. يعني هنا الدولة بتدعم أو تنمي الزراعة بتوفير الموارد اللازمة للبنك الزراعي حتى يتمكن من توفير مدخلات الإنتاج وتوفير التمويل للمزارع السوداني ليتحصل على غرض من البنك الزراعي ويطور الزراعة. نعم. لدينا يعني الملاحظ المتابع لكثير من القضايا في السودان الاقتصادية ينظر إلى أن هنالك في كل عام إشارات من الحكومة السودانية تتعلق بيعني دعم المزارعين وأيضا السعر التركيزي. إلى أي مدى يعني هذه السياسات في السودان؟ إحنا يمكن هذا الحوار نود أن يعني نركز فيه على بعض الجوانب المشرقة في البنك الزراعي حتى تكون يعني بمثابة تشجيع صراحة لدولة تشاد التي تتابع هذا الحوار. طبعا الدولة السودانية أو السودان يعتبر من واحد من 3 دول على مستوى العالم تمتلك موارد في الزراعة. يعني السودان 1 من 3 دول على مستوى العالم، كندا وأستراليا والسودان. كندا وأستراليا استغلت الموارد المتاحة لديها وأصبحت تنتج الإنتاج يعني يكفي اكتفاء ذاتيا هاتين الدولتين، وأصبحت تصدر الانتاج الزراعي سواء كان نباتي أو حيواني. أما السودان نتيجة لمحدودية يعني الموارد المالية لاستغلال الموارد الموجودة في القطاع الزراعي، يمكن نحن في البنك الزراعي نمول فقط 20% من الاحتياج الفعلي لتمويل القطاع الزراعي في السودان. والسودان بهذه الموارد الضخمة يعني في القطاع الزراعي، لذا وهذه الميزة النسبية التي يمتلكها السودان، لذا اهتمت الحكومة باهتمام كبير جدا
بهذا القطاع لأنه هو القطاع الذي لا ينضب. يعني كل القطاعات الثانية مثل الذهب ولا البترول هي يعني أو موارد الثانية هي موارد ناضبة، أما الموارد في الزراعة هي موارد يعني مستمرة بإذن الله تعالى. فالدولة السودانية مركزة على تطوير هذا القطاع بشتى السور، سواء كان بتوفير التمويل اللازم عبر البنك الزراعي، سواء كان بإعلان سياسات تشجيعية كما ذكرت أسعار تركيز لبعض المحاصيل مثل محصول القمح، وهذا المحصول طبعا أصبح محصول استراتيجي بالنسبة للسودان ولكل الدول العالم كمحصول غذائي، أصبح المحصول الأول. نحن نشجع المزارع السوداني بإعلان أسعار مشجعة جدا بأنه الدولة ملتزمة التزام كامل بشراء كل إنتاجه في نهاية الموسم، وبإعلان السياسة أسعار التركيز فإن المساحات التزرع بهذا المحصول ستكون مساحات كبيرة بحيث أنه تكفي الدولة شر الاستيراد من الخارج. يعني إحنا في السودان بنستورد قمح في حدود 600 مليون دولار سنويا، يعني إحنا سنويا بنعلن سعر التركيز، السنة الفاتت يمكن اكتفينا 40%، وهذا العام بإعلان سعر التركيز يمكن نصل ل 60% لأنه سعر التركيز مجزي جدا جدا. وأيضا واحد من أدوار البنك الزراعي السوداني بجانب عملية الشراء أو إعلان سعر التركيز والشراء من المزارعين بأسعار المجزية إنه نحن بنقوم بعملية تخزين أو المخزون الاستراتيجي من الحبوب للدولة ككل. نعم. وهذا يعني يمكن نتحدث عنه في سياق هذا اللقاء إن شاء الله. إن شاء الله. يمكن هذه إشارات مهمة، ومنواصل معكم هذا الحوار عبر قناة النصر 24 مكتب السودان، ويمكن فاصل ونواصل هذا الحوار. يمكن ضيفنا العزيز الأستاذ صلاح الدين حسن أحمد المدير العام للبنك الزراعي السوداني من الخرطوم. من جديد مرحب بكم. نتواصل عبر برنامج معكم، ويمكن في أولى حلقاته كان لابد من أننا نبحث عن المؤسسات ذات العلاقات الثنائية بين دولة تشاد والسودان. سعداء جدا أن نرحب ونجدد الترحاب بمعالي الأستاذ صلاح الدين حسن أحمد المدير العام للبنك الزراعي السوداني. يمكن توقفنا في الحديث عن تجربة تمويل السودان للمزارعين. طرق التمويل بالسودان هل هي ميسرة؟ إلى أي مدى يمكن أن تساهم في زيادة ما أشرت إليه من تشجيع المزارعين لزيادة المساحة المزروعة؟ هذا سؤال جميل جدا. كما ذكرت لك البنك الزراعي منذ تأسيسه في عام 1959 حتى تاريخه استطاع البنك الزراعي أن يوضع عدة سياسات، هذه السياسات العديدة عبرها يستطيع البنك الزراعي أن يصل لأصغر مزارع في السودان، يمتلك أصغر مساحة متاحة للزراعة في السودان بوضع سياسة مخصصة له حتى يتمكن من الاستفادة من الخدمات المصرفية أو الائتمانية اللي بيوفرها البنك الزراعي حتى يتمكن هذا المزارع من زراعة هذه المساحة الصغيرة إلى أكبر مزارع يمتلك مئات الآلاف من الأفدنة كما موجود في منطقة القضارف والنيل الأزرق وسنار وجنوب النيل في النيل الأبيض وجنوب كردفان وغيرها. نستطيع يوضع البنك الزراعي سياسات تمويلية لهؤلاء المزارعين، وأيضا في القطاع المروي في الجزيرة في الشمالية في نهر النيل أو غيرهم بنوضع سياسات تمكن هؤلاء المزارعين من الحصول على الخدمات البنك الزراعي السوداني، بجانب المزارعين التقليديين صغار المزارعين بأنه نوضعهم في شكل مجموعات أو جمعيات تعاونية زراعية بحيث أنه عبر هذه الجمعيات نقدر أن نوفر خدمات البنك الزراعي لهم حتى يتمكنوا. بجانب ذلك عندنا يمكن برامج متخصصة في تمويل المرأة أو الأسرة بصورة عامة، يعني عندنا برنامج اسمه أبسومي اللي هو مبادرة البنك الزراعي للتمويل الأصغر. عبر هذه المبادرة استطاع البنك الزراعي أن يوفر التمويل لأسر يعني لا علاقة لها بالمصارف السودانية على الإطلاق، بضمان شيخ القبيلة أو شيخ القرية أو غيره. نحن استطعنا أن نوفر هذا الضمانات، وهذا البرنامج ناجح للغاية بدليل أنه استرداد البنك
في هذا البرنامج يفوق 98 بل يصل في بعض المواقع ل 100% من السداد، واصبح هنالك نماء، يعني مزارع او المزارعه تستفيد من هذا التمويل في حدود 2000 جنيه سوداني، الان يصل ل10 ثم يصل ل20 قد يصل لمئات الجنيهات في المستقبل. بصورة تقريبية يعني المساحة الزراعية في السودان بقراءة كبيرة، وأيضا في إشارتك ما يعني تفضلت به في تمويل المزارعين وتشجيعهم على هذه الزراعة، وبهذا التقدم اللي صراحة طمأنتنا به في أنه في نسبة كبيرة يعني في الإنتاج وتشجيع المزارعين من خلال الاكتفاء الذاتي المتوقع هذا العام يصل إلى 60%. هو الاكتفاء الذاتي يمكن نحن لم نصل حتى الآن مرحلة الاكتفاء الذاتي لمحصول القمح كمحصول استراتيجي، ويمكن نحن ممرحلين المساحات أو التمويل والمساحات اللي بتزرع من هذا المحصول الاستراتيجي بتشجيع المزارع إلى أن نصل في الغريب بإذن الله للاكتفاء الذاتي. أما بالنسبة للمساحة المتاحة للزراعة في السودان يعني تقريبا تفوق 170 مليون فدان، وهذه المساحة لم تستغل منها إلا يعني 40 مليون فدان نحن نستغلها سنويا في كزراعة، كما ذكرت إنه لمحدودية الموارد المالية لاستغلال الكامل لهذه المساحة. وأيضا يعني نحن يعني إذا تمكننا من الحصول على التغانات الحديثة يمكن أن نستغل نصف هذه المساحة، وعبرها يمكن أن يكون السودان من أكبر الدول اللي ترفد الدول الأفريقية والعربية بالغذاء في الغريب العاجل بإذن الله تعالى. طيب السودان به عروة شتوية وعروة صيفية، فصل الخريف كما هو نعم. يعني مشار، هل البنك الزراعي وائم في يعني دعم وتشجيع الزراعة من خلال الموسمين؟ نعم، نحن هذا سؤال جيد. نحن كما ذكرت لك بنضع سياسة مفصلة للعروة الصيفية وسياسة مفصلة للعروة الشتوية، وفي العروة الصيفية نضع سياسات لمقابلة احتياجات التمويل لكبار المزارعين ولصغار المزارعين وللأسر المنتجة، سواء كان في القطاع النباتي أو القطاع الحيواني. ويمكن في العروة الصيفية أكبر مساحة بتزرع هي تعتمد في الري على الأمطار بنسبة عالية جدا قد تفوق 90%، والعروة الشتوية هي عروة بالكامل تعتمد على الري الطبيعي من الأنهار أو الآبار أو غيرها. والمساحة بتزرع في العروة الصيفية تمثل 95% من المساحة التي تزرع سنويا في السودان، والمساحة التي تزرع في العروة الصيفية الشتوية تمثل 5% من المساحة اللي بتزرع في السودان، والمحصول الاستراتيجي اللي بيزرع في خلال العروة الشتوية هو محصول القمح بجانب المحاصيل الأخرى. جانب المساحة المزروعة في العروة الصيفية يمكن يمثل محصول الذرة تقريبا 50 أو 60% من المساحة اللي بتزرع سنويا في خلال العروة الصيفية. تجربة البنك الزراعي السوداني في تطوير هذه الزراعة التقليدية بإدخال التقنيات الحديثة وتمويل الآليات الزراعية التي تساعد في زيادة مساحات وزراعة مساحات أكبر في السودان. نحن عندنا تمويل يسمى التمويل الرأسمالي، وهذا التمويل يمكن البنك الزراعي عنده فيه تجربة سارة جدا. عبر هذا التمويل الرأسمالي نحن نقوم بتمويل المزارع لأي تقنية حديثة أو تغانات حديثة لتطوير الزراعة بتمليكه عبر هذا التمويل لجرارات لزراعات لحاصدات لمحاريت لأنظمة بتاعت ري مثل الري المحوري أو غيره، بنملكه بوضع بسياسات مرنة جدا بحيث أنه تتراوح بين 5 أعوام ل7 أعوام في السداد. والآن يمكن في منطقة القضارف عندنا تجربة سرة جدا بتمليك بعض المزارعين لأدوات يعني أو تغانات حديثة جدا، يعني رفعت الإنتاجية بتاعت الفدان الواحد من الذرة كمثال من 3 جوال باستخدام التغانات التقليدية القديمة
سابقا، وبعد ان قاموا باستخدام هذه التغانات الحديثه اللي هو مول لهم البنك الزراعي، ارتفع الانتاجيه من 3 جوال للفدان الى 18 بل الى 20 جوال للفدان في القطاع المطري. نعم. استاذ صلاح الدين حسن احمد المدير العام للبنك الزراعي السوداني، اشرت في حديثك ان تجربه الجمعيات الزراعيه في اطار تكوين المزارعين وصغار المزارعين في شكل مجموعات حتى يسهل تمويلهم ودعمهم وتطوير الزراعه، بجانب يعني المؤسسات السودانيه المتعلقه والمهتمه بالزراعه باعتبارنا البنك بنك يعني حكومي، الى اي مدى هذه العلاقات التنسيقيه تتم في اطار دعم الزراعه؟ والله انا افتكر انه قبل الاجابه على هذا السؤال، انه التجربه بتاعت البنك الزراعي في تمويل صغار المزارعين عبر التجمعات او الجمعيات التعاونيه الزراعيه يمكن ان تقوم وزاره الزراعه ووزاره الماليه في دوله تشاد بالاستفاده من هذه التجربه. يعني انا يمكن زرت اكثر من 10 مرات دوله تشاد، وزرت مواقع الانتاج وقابلت العديد من المزارعين وشفت التجربه في تشاد. يعني افتكر انه هي ضربه البدايه لتطوير الزراعه في تشاد، بانه يجمع المزارعين في شكل جمعيات تعاونيه زراعيه بوضع قوانين تكون مشابهه للقوانين الوضعه في السودان، حتى انه يعني توائم المساله ويكون هذه الجمعيات يعني بانكابل او قابله لانها يعني تستفيد من خدمات المصارف. عبر هذه الجمعيات يمكن ان يصل يستفيد المزارع لتطوير زراعته سواء كان صغار مزارعين او غيرهم. فتجربه البنك الزراعي في هذا المجال تجربه سره جدا، وكما ذكرت عبر هذه التجربه استطعنا ان نصل لعدد كبير جدا يمكن يشكل أكثر من 50% من تمويلنا للمزارعين في السودان لصغار المزارعين عبر التجمعات والجمعيات التعاونية الزراعية. نعم، يمكن هذه واحدة من المؤشرات الإيجابية اللي يمكن يستفيد منها البنك الزراعي. بنتواصل معكم عبر برنامج معكم عبر قناة النصر 24. الفاصل الأخير قبل أن ندلف إلى تلخيص للحوار مع ضيفنا العزيز مدير البنك الزراعي السوداني من الخرطوم. فاصل ونواصل. بنتواصل معكم عبر برنامج معكم في قناة النصر 24 مكتب السودان من الخرطوم، وضيفنا العزيز الأستاذ صلاح الدين حسن أحمد المدير العام للبنك الزراعي السوداني في إطار بحثنا عن المؤسسات العلاقات المشتركة بين دولة تشاد والسودان. ويمكن الحديث في هذا الفاصل الذي يعني أشرنا إليه، بنواصل معكم الحوار وبنجدد بك الترحاب وأنت تخاطب أهلك في دولة تشاد المهتمين. صراحة الحكومة التشادية مهمومة هذه الأيام بتفعيل والاهتمام بالزراعة، وما من دولة تود أن تنمو إلا أن تهتم بالزراعة، كما تفضلت أن يعني الثروة الحقيقية للنمو والتطور والاكتفاء الذاتي بالاهتمام بالزراعة. المواطن في تشاد ينظر لتجربة البنك الزراعي التجاري التشادي السوداني أو السوداني التشادي بتفاؤل كبير بأن تنتقل هذه التجربة الثرة، التي صراحة نحن من خلال بس مضابة الحوار معك القليلة أشرت أنه يمكن أن تكون حلقات تنويرية متواصلة لأهلنا في تشاد ولكذلك القائمين على أمر وزارة المالية وزارة الزراعة العامة في تشاد. حقيقة يعني أنا أفتكر أنه دولة تشاد اتجهت الاتجاه الصحيح للاستفادة من تجربة سرة، وتجربة يمكن على مستوى أفريقيا ما في، هي تجربة البنك الزراعي السوداني. وكما ذكرت خلال حديثي بأن تجربة البنك الزراعي تجربة فريدة على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، ويمكن خبرات المتراكمة الموجودة في داخل البنك الزراعي لو قامت دولة تشاد عبر هذا البنك، البنك التجاري الزراعي السوداني التشادي، أن تنقل هذه التجربة لدولة تشاد، فأنا أتوقع نمو القطاع الزراعي بصورة ممتازة جدا داخل دولة تشاد بما تمتلكه تشاد من موارد ضخمة جدا في القطاع الزراعي وميزة نسبية في هذا القطاع. ويمكن أن نستصحب ذلك بأنه المزارع التشادي يحتاج بجانب التجربة بتاعت البنك الزراعي وتجربة الائتمان الزراعي
أن تنقل له تجارب وزارة الزراعة السودانية أيضا التي تمتلك خبرة كبيرة جدا في مجال مثلا مجالات مختلفة، سواء كان في التخصصات الداخل وزارة الزراعة من إرشاد زراعي ووغاية نباتات وغيرها، أن تنقل هذه التجربة لكي تكتمل الحلقة بجانب الائتمان حتى يستفيد المزارع داخل دولة كامل. ماذا عن يعني تجربة التمويل الأصغر والتمويل متناهي الصغر في تجربة البنك الزراعي السوداني وأيضا في إطار تشجيع المزارعين؟ نحن في البنك الزراعي السوداني يعني ما دار أقول مع الأسف، لكن مسألة التمويل الأصغر والتمويل متناهي الصغر بدأوا البنك الزراعي منذ سبعينات القرن الماضي، ولو كان البنك الزراعي يوسغ لهذه التجربة لكان البنك الزراعي فاز بالعديد من الجوائز العالمية، ومنها جائزة نوبل التي فاز بها أحد البنوك في بنغلاديش أو صاحب أحد البنوك في بنغلاديش، وهي تجربة التي فاز بها بجائزة نوبل بجانب تجربة البنك الزراعي تعتبر يعني تجربة يعني لا تقارن بتجربة البنك الزراعي، لأن تجربة البنك الزراعي بنيت على دراسات عميقة ودراسات علمية ودراسات يمكن تدرس على مستوى جامعات في 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 اليابان. فلو كنا نوسق على هذه التجربة ونشرناها عالميا لفاز البنك الزراعي بالعديد من الجوائز، لكن نحن لم نبخل بهذه التجربة لننقلها لدولة أخرى وبالذات دولة شقيقة، دولة تشاد إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. يمكن السودان موعود للانفتاح الاقتصادي، ويمكن في ظل التطورات السياسية بالسودان هذا ما يعمق في يعني الخطوات المتسارعة للبنك الزراعي السوداني في يعني تطوير العمل كما أشرت في إطار المواءمة بين القوانين، من بشريات قادمة لأهلك في جاد. نحن حقيقة يعني متفائلين بالمرحلة القادمة، تفاؤل كبير جدا بأن البنك يعني الزراعة في السودان ستتطور يعني تطور كبير جدا للانفتاح المتوقع بعد المتغيرات السياسية التي حدثت في السودان، لأنه نحن كنا طيلة 30 عاما الماضية نعاني ما نعاني في مسألة توفير موارد حتى للبنك الزراعي خارجية حتى نستطيع عبر هذه الموارد أن نوفر التغانات التي نستصحبها في تطوير هذا القطاع. فنحن متفائلون تفاؤل كبير جدا بأن الانفتاح القادم سيكون معه مصحوب الانفتاح في القطاع الزراعي إن شاء الله. إن شاء الله. وبالتالي الانفتاح الذي يتم سننقل برضو أجر يعني تجربتنا أيضا لدولة تشاد في المرحلة القادمة إن شاء الله. تجربة أو التنسيق بينكم وبين المؤسسات ذات الصلة بالزراعة في الشق الحكومي كفائدة لي يعني المؤسسات هناك في دولة تشهد كوزارة الزراعة وكما تسمى حديثا وزارة الإنتاج والإنتاجية وغيرها. نعم، يعني وزارة الزراعة السودانية هي وزارة تضع السياسات وتضع الخطط، ويقوم البنك الزراعي بتنفيذ هذه السياسات والخطط وبتوفير الموارد من قبل وزارة المالية والبنك المركزي كمالكين للبنك الزراعي السوداني، وهنالك تنسيق تام بيننا وبين وزارة الزراعة السودانية الاتحادية والوزارات حتى على مستوى الولايات. نحن لدينا على مستوى الولايات وزارات زراعة في الولايات، وأيضا البنك المركزي واللي هو يسمى بنك السودان ووزارة المالية السودانية، وحتى بعض الوزارات المرتبطة بالقطاع الاقتصادي في السودان كوزارة التجارة والصناعة وغيرها. أخيرا الأستاذ صلاح الدين حسن أحمد المدير العام للبنك الزراعي السوداني، يعني نشهد دائما للبنك الزراعي السوداني تجربة المخزون الاستراتيجي وتوفير هذا الجانب من خلال شراء هذه الكميات في موسم الحصاد في كل عام، وما تحقق من فوائد للسودان. نعم، يعني تجربة البنك الزراعي السوداني تجربة أيضا سرة يعني تاريخيا هو البنك الزراعي هو المسؤول عن المخزون الاستراتيجي للحبوب في السودان، اللي هو نحن عندنا أهم محصولين الذرة والقمح. في حالة وجود فائض من الذرة لدى المزارعين في إنتاج، تقوم الدولة بتحديد سعر تركيز، يقوم البنك الزراعي عبر فروع موجودة على مستوى السودان بشراء هذا الفائض وتخزينه لدى البنك الزراعي،
وأيضا كما ذكرت بأن الدولة تعلن سعر تركيز لمحصول القمح قبل بداية الموسم حتى نشجع المزارعين لزراعة هذا المحصول الاستراتيجي بأن نضع له أو نحدد له سعر تركيز، بحيث أنه إذا زرع هذا المحصول هو يضمن ضمان كامل بأنه الدولة ستقوم بشراء هذا المحصول في نهاية الموسم. وأيضا يعني البنك الزراعي ليه هو بيقوم بالدور ده؟ أول حاجة لديه الخبرة الكافية بالكوادر المؤهلة في التخصصات المختلفة التي تقوم بعملية من عملية الشراء لعملية الترحيل لعملية التخزين. وأيضا البنك الزراعي هو المؤسسة الوحيدة في السودان تملك أكبر طاقة تخزينية في السودان، سواء كان صوامع لدينا صوامع، سواء كان مخازن لدينا صوامع مخازن، سواء كان لدينا ما يعرف بالمطامير، وهي تجربة سرة يعني يمكن مميز بها البنك الزراعي السودان. نعم، سعدنا صراحة بهذه الإفادات العلمية وهذه التجارب الثرى. البنك يستحق صراحة أن يمنح الجوائز العالمية. سنلتقيك إن شاء الله فيما يعمق هذه العلاقات بين دولة تشاد والسودان عبر قناة النصر 24. سعدنا بالحوار معك عبر برنامج معكم، ولنا لقاءات قادمة بعون الله. والله أنا بشكر القناة النصر 24 على هذه الاستضافة، وعبر هذه القناة يعني أؤكد تماما بأن البنك الزراعي السوداني على استعداد تام لنقل تجربة السودان في مجال الائتمان الزراعي اللي بيقوده البنك الزراعي السوداني عبر البنك التجاري الزراعي التشادي السوداني. ونحن كما ذكرنا مرارا وتكرارا للإخوة في تشاد بأنه نحن أبوابنا مشرعة في البنك الزراعي بالتدريب والتأهيل لكل العاملين الموجودين سواء كان في هذا البنك أو المصارف الأخرى أو في وزارة الزراعة التشادية أو وزارة المالية التشادية بنقل تجربتنا لدولة تشاد إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الأستاذ صلاح الدين حسن أحمد المدير العام للبنك الزراعي السوداني. شكرا مشاهدي قناة النصر 24 في برنامج معكم، حلقة قادمة ولقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا.